Ni är hon fick och lima ken. أصبتك. هذا أفضل. دوري. جميلة وباردة. الجو حار اليوم. يبدو أن الجميع في حاجة إلى المياه. مرحبا مينون، أتريد أن تلعب معي في حوض المياه؟ ليس اليوم يا لين، فعلي أن أسقي جميع خضرواتي. إني آتية. احتفظي ببعض الماء من أجلي. ها أنا آت. هيا، هذا يكفي الآن. يا بطة، تعالي العبي معنا. أنا مشغولة الآن يا بلبلة. هناك ثقب في عشي، أجمع الأغصان لأصلحه. معذرة، نأسف لإزعاجك. نحن مستجدون هنا. مت ونت. بل نت ومت، وكنا نتساءل من المسؤول هنا؟ لا مسؤول هنا، نحن نتقاسم كل شيء هنا. هذا كرم كبير، ألا تظن هذا؟ بالتأكيد، شكراً، متعاونون. كيف يركضون في هذا الجو الحار؟ هذا الدلو العاشر، ولم يمتلئ حوض المياه. لأنك تسكبينه بعيداً. ماذا جرى؟ الجو حار للغاية. قمت بامتصاص بعض الماء من الأرض عبر جذوري. نسيت أنك تحتاج للماء. الماء ثمين، فلولاه لما وجد زرع ولا كائنات حية، لذا أنا لا أهدر الماء أبداً. والآن حان وقت إصلاح العش. سأحضر الأغصان الطويلة من الخلف. عظيم، إنها مناسبة. سوف أبدأ بالثقب. عشي، أين اختفى؟ مرحبا روزي، هل لي في خرطوم المياه؟ بالطبع يا كرز. أصبتك. لقد اتسخت حوامتي من حرارة الجو، سأغسلها. أليس هذا رائعاً؟ ما هذا الصوت؟ النجدة، يا إلهي، يبدو كصوت لين. ما الخطب يا لين؟ يا روزي، فعلت شيئاً في غاية السوء. كنت أملأ حوض المياه من الجدول و استخدمت كل ماء الجدول. هذا غير ممكن يا لين. كلا، كرز استعمل مياها كثيرة ليغسل حوامته. وماذا عن اللعب بمسدسات المياه؟ لا فائدة من لوم بعضنا البعض. علينا أن نحل هذا اللغز يا رفاق. اسمع يا بينون، ألم ترى عشا في أي مكان هنا؟ تقولين عش؟ لا يا بطة، هل ضاع منك؟ أسوأ من هذا، أحدهم سرقه. أدرت رأسي عنه فاختفى. يا إلهي،
أحتفظ بعصي لصناعة مكانس في كوخ الأوعية. نستطيع استخدامها لبناء عش جديد لك. هذا لطف منك يا بينون. ما هذا؟ أحدهم سرق العصي. هذا تماماً ما حدث لعش. انظر، أسقط البعض. فلنتتبع هذه العصية ونرى أين تنتهي. لا يمكن أن يختفي الجدول. ربما جففت الشمس المياه. ترى ماذا حدث؟ من الذي جفف الجدول؟ كلنا قمنا بإهدار الماء. لقد استخدمنا كل المياه الموجودة في العالم. لسنا واثقين من هذا يا لين. أين الماء إذن؟ أنا لا أعرف، لكنني سوف أكتشف هذا. إلى أين؟ سأعرف أين ذهب الماء. مرحبا روزي، هل رأيت عش بطة في أي مكان؟ كلا، هل اختفى العش؟ ماء الجدول اختفى أيضا. أين اختفى الماء؟ لا عش ولا حتى جدول. ماذا سأفعل؟ يا روزي، ما هذا الصوت؟ يبدو كصوت روزي، لماذا هناك جدار في الجدول؟ ليس جداراً، إنه سد. رائع، أليس كذلك؟ أنهيناه للتو. نات ومات. مت ونات، ما رأيكم في منزلنا؟ مرحباً كوناديس، أليس كذلك؟ إنهم يعيشون في الجداول ويبنون السدود لصيد الأسماك. هذا مثير حقاً، ربما سأجرب هذا. كل هذا جيد، لكن من سمح لكم بأخذ العصي؟ أصدقاؤك هؤلاء. لم يحدث، قال لنا نحن نتقاسم كل شيء، لذا أخذنا ما وجدناه. ربما قلنا شيئاً كهذا، لكن لم نعني أن تأخذ كل شيء، وبشكل خاص ماء الجدول. إن هذا جدولنا. إنهم يملكون الجدول ويتقاسمونه. هيا يا مت، من الأفضل أن نهدم كل شيء ونبدأ من جديد في مكان آخر. نحن غير مرحب بنا هنا، سوف نعيش سوياً من دون منزل. يا للمساكين. لحظة، خامرتني فكرة أفضل. الجدول ملك للجميع، أليس كذلك؟ هذا صحيح. هذا بالتأكيد. فلنجد طريقة لنتقاسمه. نت ومت، هل يمكنكما هدم جزء من السد؟ أجل، لا مشكلة. عصي تكفي لبناء عش جديد. يمكن للجميع أن يستمتع بالجدول. لن نهدر الماء بعد الآن. أوه، إذن لن نلعب بمسدس المياه، الجو حار. ما دمنا نتقاسم. مستعد يا رومبا؟ أجل. يمكننا الانتعاش وري خضروات بينون في نفس الوقت. دورك في ري النباتات يا رومبا. سقيتها بالأمس، وأنا سقيتها اليومين قبل هذا. هناك طريقة واحدة لحل الأمر. مستعدة؟ استعدوا للرش بالمياه.
ha 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 ha